بداية زملاء الطلاب والسادة الضيوف الأخ أحمد والأخ بنان الأخ إيهاب الأخ فادي بنان، أهلا وسهلا فيكم وبنقول للجميع تحيات الأستاذ الدكتور مروان عورتاني اللي ناضل من أجل استحداث تخصص اسمه تكنولوجيا الإعلام، وناضل أيما نضال واهتم أيما اهتمام بهذا التخصص، لأنه يدرك أنه كجامعة تقنية بدون تخصص تكنولوجيا الإعلام بيكون في هناك خلل وخلل واضح. الحلو والجميل في هذا التخصص أنه القائمين عليه زملائي الدكتور محمد والدكتور علاء هم من الناس ذوي الخبرة، من ذوي الخبرة ومن ذوي الباع الطويل في هذا المجال. وعلى فكرة بجوز أنتم يا طلاب من أكثر الناس في الجامعات حظوة بأنهم عرضوكم لتجربات ناجحة ولقصص ناجحة، سواء في الإعلام المرئي أو المقروء أو في الصحافي، ففي كل مرة بيجيبولكم قصة نجاح، في كل مرة بيجيبولكم خبرة. هذا بكرة لما تتخرجوا أنتم رايحين تدركوا عظم الفائدة اللي أنتم تعرضتوا لها، لأنكم أنتم ما أخذتوا فقط من أستاذكم فقط، وإنما أخذتوا من تجارب عديدة. طبعا الهدف من الدورة اللي هو إكساب الطلاب الجامعة خضوري تخصص الصحافة وإعلام، إكسابهم مهارات تعليمية تدريبية. دورة نفذت من خلال وزارة الإعلام بالتعاون مع الجامعة وتلفزيون فلسطين في طول كرم. طبعا المعروف أنه طالب بتلقى العلوم الأكاديمية، ولكن كل ما تم تدريبه في مهارات عملية بتكون أكثر استفادة على أرض الواقع. طبعا التدريب هو هدف من أهداف مكتب وزارة الإعلام بطول كرم، من أجل زي ما حكيت أنه يتم الممارسة، تدريبهم على الممارسة العملية، وما يكونوا الهدف طبعا هو باستعمال الأجهزة التكنولوجية من خلال الكمبيوتر. ما يتم يكون الطالب فقط يتعامل مع الكتاب فقط، لا، هو من خلال الممارسات العملية اللي هي عن طريق التكنولوجيا. تأتي هذه الدورة في إطار سياسة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون اللي ترتقي إلى ليس فقط لتخطيط الأحداث، بل هي إلى التشارك. سياسة التلفزيون تقوم على المبدأ أن الصحفي والإعلامي الذي يعمل في الهيئة الإذاعة والتلفزيون يجب أن ينزل إلى الفعالية ويكون جزء أساسي من هذه الفعالية. وإحنا في هذا الإطار سنقدم خيرة كوادر هيئة الإذاعة والتلفزيون في مكتب طول كرم في على دورتين منفصلتين. سيقوم الأخ إيهاب الضميري مراسل تلفزيون فلسطين بنقل خبرته العملية القيمة الذي عمل فيها من خلال تلفزيون معا التلفزيون الخاص، والذي يعمل حاليا ضمن إطار تلفزيون فلسطين. وبهذه المناسبة نقول أن تلفزيون فلسطيني هو تلفزيون رائد، أصبح هو يجذب الكفاءات والكوادر إليه. والقسم الثاني سيقوم مصورنا فادي ياسين بنقل خبرته القيمة والعملية إلى طلبة الصحافي في جامعة الخضوري. أنا شهد معالي، بدرس تكنولوجيا إعلام في جامعة خضوري. هاي الدورات نعمل عشان نستفيد منها في مجال تخصصنا. عنا اليوم دورة تحرير، حنستفيد منها إن شاء الله في كتابة الأخبار، لأنه يعني مجال شغلنا في بس نخلص تخصصنا حيكون في أكثر في الأخبار إن شاء الله. بتمنى إنه يعني بس أخلص الجامعة وأخلص كل متطلبات التخصص إنه حنكون صحفيين ناجحين وحنفيد قضيتنا في مجال شغلنا. نعم، هذه الدورة تأتي بالتعاون مع بين جامعة خضوري قسم تكنولوجيا الإعلام ووزارة الإعلام وتلفزيون فلسطين. الهدف منها إكساب طلبة قسم تكنولوجيا الإعلام خبرات وتجارب الآخرين وتعزيز إمكاناتهم في مجال التحرير الصحفي والتصوير التلفزيوني.